على مدار أسابيع مضت كانت عناوين الصحف الغربية تخصص للعقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على روسيا وعزلها عن المنظومة الاقتصادية العالمية رداً على عمليتها العسكرية في أوكرانيا. لكن مجلة فورين أفيرز سلطت الضوء على أن العقوبات الروسية قد تؤثر سلباً على العولمة، وطرحت المجلة سؤالاً: هل هذه السياسات هي إعلان بنهاية نظام العولمة وبداية نظام اقتصادي جديد؟ فالانكماش الاقتصادي الحالي الحاد في روسيا هو انعكاس طبيعي لهذه العقوبات، سيما مع الإقرار بصعوبة ازدهار أي دولة دون اعتماد اقتصادها على مبدأ الاقتصاد المتبادل. وهذه العقوبات الروسية قد تدفع الحكومات للتحرر من الروابط الاقتصادية مع الغرب، سيما مع الولايات المتحدة، بل وربما تدفع المستثمرين المقربين من حكومات دول بعينها إلى تفادي الاستثمار في الدول الغربية تجنباً لأي عقوبات محتملة كالتي تعرض لها رجال أعمال مقربون من حكومة موسكو. لكن الغريب في الأمر هو أن الدول الأوروبية التي تفرض العقوبات هي نفسها التي تعاني حالياً، وهي نفسها التي تخشى قطع إمدادات الطاقة الروسية. لذا نجد أن الدول الأوروبية بدأت تدرك قيمة تحقيق الاستقلالية وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد أو ما يسمى بنظام العولمة. أما المراقبون فيؤكدون أن كل ما سبق عوامل واضحة تدفع لانهيار العولمة، سيما مع وصول التيارات الشعبوية والقومية إلى رأس السلطة في أكثر من دولة، لأنها باختصار تنادي بوضع حواجز أمام التجارة الحرة وأمام الهجرة، وهو ما يتنافى تماماً مع فكرة أن العالم كله بات قرية واحدة، بل وقرية صغيرة.